هكذا يبدأ التقنيون العمل داخل هذه الوحدة فحص دقيق لكل طائرة موجودة في المطار لضمان السلامة الجوية في كل رحلة تضمنها شركة تصيلي يعني مؤخرا ضجة حول يعني عملية صيانة العجلات على مستوى بعض الطائرات يعني هذا أمر نعتبره لا حدث لأن هذه العملية هي عملية روتينية عجلات الطائرات تفحص قبل الإقلاع بعد الهبوط لا تنفجر لانها مضغوطه بغاز الازوت وليس بالهواء او بعامل اخر الاعتماد وتاهيل المهندسين والتقنيين الجزائريين ساهم بشكل كبير في تخفيض العمله الصعبه واهل الشركه لضمان شهاده الجوده الدوليه لمعايير انظمه العمليات والصيانه تصدنا 87 دولار في كل عملية فيما يخص صيانة طائرة Q200 37 مقعد و 182 ألف دولار فيما يخص لا سي تشيك يعني لا صيانه ثقيله لطائرات بومباردي كيو 400 اي 74 مقعد هذا مكسب للشركه مكسب للجزائر كذلك لانه الخبره واليد العامله هي يد عامله جزائريه يعني بدون مركب نقص تطوير الاستثمار الخاص بالعنصر البشري امر يساهم بشكل ايجابي في الاقتصاد الوطني ويضمن السلامه الجويه خاصه وانها محور هام في مختلف شركات الطيران في العالم